أنا كمسؤول عن فريق كرة قدم، ما الذي يجعلني أحسن أداء فريقي وحصد ألقاب كثيرة؟ ماكس بورت، وكالة كرة قدم معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، هدفها الوحيد هو نجاح المنتخبات الوطنية والأندية للرجال كما النساء في جميع الفئات من خلال تولي جميع المهام الأساسية لضمان راحة اللاعبين والبعثة كالرحلات الجوية الخاصة والتنقل المحلي، حجوزات الفنادق مع وسائل راحة متكاملة تليق بالفريق، وتوفير غرف للاعبين والأطقم وصالات للاجتماعات والمطاعم وغيرها مع إدارة الوجبات والحرص على جودتها مع توفير الأكل الحلال، ترتيب ملاعب التدريبات بالمعايير الدولية مع اختيار ملاعب قريبة لمكان إقامة الفريق. ماكس بورت تقدم كل التسهيلات للجهاز الفني ليتمكن من تنفيذ خططهم الموضوعة للمعسكر التدريبي، تنظيم مباريات وبطولات ودية مع فرق في المستويات المطلوبة تحضيرا للمسابقات الرسمية. ماكس بورت تدعم فريقك تسويقيا عند تنظيم المباريات عبر الندوات الصحفية، بيع التذاكر عبر الانترنت أو في عين المكان، إيجاد الرعاة في وقت قياسي، الإنتاج والبث التلفزيوني. كل هذا وأكثر قدمته شركة ماكس بورت، وما زالت تقدمه رفقة أكبر الأندية والمنتخبات للتتويج بالألقاب وإسعاد الجماهير والشعوب. صعود للعب نبيل ديرار، ديرار يرفع كالمنتخب المغربي الأول بتأهله لكأس العالم بعد 20 سنة، والمنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي الذي توج بكأس آسيا سنة 2020، والتأهل التاريخي للمنتخب الزامبي النسوي للألعاب الأولمبية 2021، وتتويج نادي إشبيليا بطلاً للدوري الأوروبي 3 مرات متتالية، واللائحة طويلة. أصبح تحقيق الأهداف المستحيلة ممكناً الآن مع ماكس بورت. حقق أهداف الفريق وتواصل مع الشركة الرائدة والحديثة في عالم تنظيم المباريات الإعدادية، المعسكرات والبطولات الودية. ماكس بورت، The Will to Win.